هل الأفضل للمريد في بداية الطريق أن يتزوج أو يخطب أم ينتظر فترة زمنية حتى يثبته الله على الذكر؟ الله، طب افرض ما ثبتكش، انت اخد بالك من العقلية بتاع السؤال؟ طب افرض ما ثبتكش. والزواج سنة مستحبة لقادر عليه، نص الإمام النووي كده، فيبقى هنأخر السنة علشان هتشوف إذا كنت أنت اتبسطت ولا لا من الذكر. لا، روح بادر بعمل السنة لعل هذه السنة تثبت الذكر في قلبك.